بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركته من الان والابد امين. نتابع يا احبائي تاملاتنا في برنامج منهج حياه، كونوا رحماء فطوبى للرحماء. وقد تاملنا يا احبائي في كونوا رحماء، فالرحمه هي فيزة او تاشيره الدخول الى الملكوت الابدي. رب المجد في اليوم الاخير هيقول تعالوا الي يا مبارك ابي، رسل ملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. فالرحمة هي فيزة أو تأشيرة الدخول إلى الملكوت الأبدي. ثم تأملنا في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان ولكن بتنمية كل إنسان، ليس فقط بالإحسان على عابر السبيل ولكن بتنمية كل إنسان محتاج في المجتمعات الفقيرة والمهمشة. ثالثا تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم أخوة الرب الأصاغر. خامسا تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك، أي بركة في إيدينا أحبائي من إيد ربنا، ورب المجد هو الذي يتسلم العطية من إيدينا، من يدك يا رب أعطيناك. سادسا تأملنا في كونوا رحماء بسخاء، زي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول المعطي فبسخاء، وبيقول لتلميذه القديس تيموثاوس أوصي الأغنياء في هذا الدهر أن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. ولو معناش كتير نعطي ولو من أعوازنا، زي المرأة الفقيرة التي أعطت فلسين فربنا قال أنها أعطت أكثر من هؤلاء الأغنياء. سابعا تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء ومميزين، نميز لمن نعطي، زي ما قال معلمنا القديس يهوذا الرسول في رسالته ارحموا البعض مميزين. ثم بدأنا أحبائي تأملاتنا في طوبى للرحماء أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى من بركات الرحمة بركة لقاء الرب. رب المجد بنفسه يا أحبائي هو الذي يتسلم العطية منا، هو القدوس الذي قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، حق أقول لكم كل ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. البركة الثانية ربنا يبارك في جميع أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديه. هكذا قال سفر التثنية، اعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يبارك الرب جميع أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة التالتة ربنا يفيض بالبركة والخير على الرحماء. هكذا قال رب المجد على فم ملاخي النبي، هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أفيض عليكم بركة حتى لا يوجد اتساع يتسع لها. بركة الرابعة ربنا يبارك نسل الرحماء. هكذا قال داود النبي مختبرا، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. بركة الخامسة ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم، كما قال يشوع بن ثراخ ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة الستة ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. بركة السبعة ربنا يحفظ الرحماء. بركة الثامنة ربنا يحيي الرحماء. بركة التاسعة ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض، كلمة مغبوط بمعنى مبارك وناجح. بركة العشرة ربنا لا يسلم الرحماء إلى أيدي أعدائهم. بركة الحداشر ربنا يعضد الرحماء وهم على فراش الضعف والمرض. هكذا ترنم معلمنا داود النبي الرحوم مختبرا وقال طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه، الرب يحييه، الرب يجعله مغبوطا في الأرض، الرب لا يسلمه إلى مرام أعدائه،
الرب يعضده وهو على فراش الضعف، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر، سعادة الرحماء، كما ورد في مزمور 112، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق، كما ورد في نفس المزمور، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يدبر أموره بالحق. بركة 14، الرحماء قلبهم ثابت في التجربة من البداية للنهاية. هكذا قال داود النبي: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، لا يخشى من خبر السوء. دي بداية التجربة، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه، ودي نهاية التجربة. بركة 15، الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد، بمعنى بيكونوا في حالة نجاح وتوفيق ومجد روحي، كما قال داود النبي: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16، إن الرب لا يتخلى عن الرحماء، كما قال معلمنا داود النبي مختبرا: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق في نفس المزمور بيقول عليه الذي يترأف ويعطي. من البركة 17 للبركة 25 يتكلم عنهم سليمان الحكيم. بركة 17، إن الرحماء يجدون نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس، كما قال سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18، إن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19، الرب يستر إثم الرحماء. قال سليمان الحكيم: بالرحمة والحق يستر الإثم. بركة 20، إن الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21، إن الرحمة تسند كرسي الملك، تسند كرسي المسؤول. هكذا قال سليمان الحكيم: الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22، الرحماء يحسنون إلى أنفسهم بأعمال رحمتهم. هكذا قال سليمان الحكيم مختبرا: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. بركة 23، الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. هكذا قال سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24، قال عنها سليمان الحكيم في أمثال 21 آية 21: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة. بركة 25، أن من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة. هكذا قال سليمان الحكيم في سفر الجامعة: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. من البركة 26 للبركة 28 تكلم عنهم توبيد الصديق في سفر توبيا. بركة 26، أن الله لا يصرف وجهه عن الرحماء. هكذا أوصى توبيد الصديق ابن توبيا قائلا: يا ابني لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27، أن الرحماء ينعمون بمفعول الرحمة العجيب تجاه الخطية. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، لأن الصدقات تنجي من الخطية. وفي آخر السفر نسمع رئيس الملائكة رفائيل يقول لتوبيد وابنه توبيا: جيد أن يصنع الإنسان صدقة أفضل من أن يكنز ذهبا، لأن الصدقة تنجي من الموت وهي تطهر كل خطية.
إذن الصدقة تنجي من الخطية وتطهر القلب من الخطية. بركة 28 خير الرحماء. هكذا أوصى توبيد الصديق ابن توبيا وهو على فراش الموت وقال له: احفظ يا ابني الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير، ليكون لك خير في حياتك. من البركة 29 للبركة 31 نقرأ عنها في سفر يشوع بن سيراخ. بركة 29: الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. هكذا قال يشوع بن سيراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: إنما كانت الرحمة عند الله كخاتم عنده ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. هكذا قال يشوع بن سيراخ: صدقة الرجل كخاتم عنده فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31: نصرة الرحماء. نصرة الرب للرحماء. هكذا قال يشوع بن سيراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32: نور الرحماء. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامهم يهدي طريقهم. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء ويحرسهم من خلف. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، نور الرحماء، وتنبت صحتك سريعا. صحة الرحماء تنبت سريعا، وبر الرب يسير أمامك يهيئ طريقك، ومجد الرب يجمع ساقتك. ساقتك بمعنى المؤخرة. مجد الرب يحرسك من الخلف ويجمع شملك. بركة 36 يا أحبائي أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول: ها أنا ذا. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تأملوا معي يا أحبائي أن ربنا يقول للرحماء: ها أنا ذا، حينما يستغيثون بي. بركة 37: أن الرب يقود الرحماء على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء بل وفيض الرحماء. بركة 39: الرحماء ونعمة البناء والترميم. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تستغيث في ضيقة نفسك أو في حيرة نفسك، فربنا يقول لك اللي أنت عايزه: ها أنا ذا. تميز صلاة الرحماء. حينئذ يقودك الرب على الدوام. الرب يقود الرحماء على الدوام. حينئذ يشبع الرب في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. شبع وارتواء وفيض الرحماء. حينئذ
منك تبنى الخرب القديم، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة. مكان اللي كان مسكون وجميل تخرب وبقي مسالك، انت ترجعه للسكنة. الرحماء ونعمة البناء والترميم. أما البركة الأربعون يا أحبائي فهي اطمئنان الرحماء، وده اللي دانيال النبي قاله لنبوخذ نصر الملك: فارق خطاياك بالبر وأسامك بالرحمة بالمساكين، فارق أسامك بالرحمة بالمساكين لعله يطال اطمئنانك. اطمئنان الرحماء. أما البركة الحادية والأربعون يا أحبائي فهي طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. في حديثنا وتأملنا عن هذه البركة يا أحبائي لنا ثلاثة محاور: المحور الأول، من هم الرحماء؟ المحور الثاني، يا لسعادة الرحماء أو طوبى للرحماء. المحور الثالث، أن الرب يرحم الرحماء. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من هم الرحماء يا أحبائي؟ قسمنا الرحماء إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الرحماء على الفقراء، المجموعة الثانية الذين تئن أحشاءهم بالرفق والحنو البالغ تجاه إخوتهم بني البشر بل والطيور والحيوانات وكل المخلوقات، المجموعة الثالثة الذين يغفرون لإخوتهم كما ورد في مثل العبد غير الرحيم اللي سيده ترك له دين كبير وهو مرضيش يترك 100 دينار لأخوه. زي ما ربنا بيغفر لنا ذنوب كثيرة جدا وإحنا ما بنرضاش نغفر لإخواتنا، فربنا قال له: أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين. فكده ربنا قال إيه؟ هكذا أبي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلاته. بدأنا أحبائي تأملنا في كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، طوبى للرحماء. وقلنا إنه أغلب أسفار الكتاب المقدس يمكن ما فيش سفر ما فيهوش وصية عن الرحم. تأملنا في الآيات اللي جت في سفر الخروج، تثنية، لاويين، مزامير، أمثال، سفر الجامعة. الحلقة الماضية تأملنا ما ورد في سفر طوبيا. طوبيد الصديق كان فترة في حياته ميسورا وكان رحوما جدا، بعدين ربنا سمح له بتجربة فقد البصر وكان أيضا رحوما، وهو كفيف جاب ابنه وقال له وصية، وصية طويلة فيها 4 آيات عن الرحمة. ده كان تأملنا في الحلقة الماضية. قال له: يا ابني تصدق مما لك ولا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. طوبيا 4. وصية الثانية قال له: كن رحوما حسبما تستطيع، فإن كان مالك كثيرا فليكن ما تعطي كثيرا، أو قليلا فقليلا عن طيب قلب، فإنه يكون لك كنز إحسان ليوم الاحتياج. كل حاجة يا ابني هتديها للفقير هتتحوش لك في السماء. لما تلف الأيام وتحتاج ربنا يصرف لك من هذا الكنز في يوم احتياجك. بعدين قال له: يا ابني الصدقات تنجي من الخطية ومن الموت وتنقذ النفس من الذهاب إلى الظلم. هنا على الأرض تنجي من الخطية والموت، في الأبدية تنقذ النفس من الذهاب إلى الظلم. وقال له: يا ابن الصدقة تكون لصانعها هدية مقبولة عند الله،
وقال له اشترك مع الجياع والفقراء بأكل خبزك، مش مجرد تديه، قعدهم معاك، وكلهم معاك من خبزك انت، واكس العراة من ثيابك، من ثيابك انت. قعد طوبيد الصديق في التجربة 8 سنين، 8 سنين كان أعمى. بعدين ربنا أرسل رئيس ملائكته رافائيل وشفاه، وعاد إليه نور البصر، وكان يصنع صدقات كثيرة. يقول الكتاب المقدس: ودام خائفا الرب الإله ومعترفا له، وصار إلى شيخوخة متناهية. هنا بقى إحنا وصلنا للإصحاح الأخير اللي هو طوبيد 14. وهو على فراش الموت يا أحبائي، دعا ابن طوبيا وأوصاه بوصية أخرى عميقة، أوصاه زمان وهو كفيف، وأوصاه وهو على فراش الموت. فقال له إيه؟ طوبيا 14 آية 9، قال له: احفظ يا ابني الناموس والأوامر، وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. كل ما يا ابني ما تبقى رحوم، ربنا هيرسل لك خيرا كثيرا. كن محبا للرحمة ليكون لك خير، كن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. بعدين قال له ايه وهو على فراش الموت؟ انظر يا ولدي، ان من صنع رحمة نجا من فخ الموت الذي اعد له. من صنع رحمة نجا من فخ الموت الذي اعد له. كل يا ابني ما هتكون رحوما، ربنا هينجيك من مؤامرة اعدائك، هينجيك ربنا من فخ الموت. ربنا رحوم فينقذ الرحماء. أخالوا يا أحبائي أن طوبيد الصديق بعد أن أكمل وصيته، روحه حلقت في كورة الأحياء، ورأى المكان المتميز لنفوس الرحماء، فكان آخر ما تفوه به قبل أن ينتقل من هذا العالم الفاني. قال لابنه: يا ابني انظر ماذا تفعل الرحمة، انظر ماذا تفعل الرحمة. لأن هو شاف المكانة المتميزة للرحماء في السماء. أنا متهيألي أن طوبيا بص ما شافش حاجة. قال له: انظر يا ابني ماذا تفعل الرحمة وكيف تنجي الاستقامة. أنا عشت طول حياتي مستقيما، فربنا نجاني واداني مكانة متميزة، مكانة الرحماء المتميزة في السماء. قال له: انظر يا ابني ماذا تفعل الرحمة وكيف تنجي الاستقامة. قال هذا وسلم الروح. انظر يا ابني ماذا تفعل الرحمة وكيف تنجي الاستقامة. قال هذا وسلم الروح. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. نقرأ أيضا يا أحبائي في سفر طوبيد الصديق حديث رئيس الملائكة رافائيل لطوبيد الصديق وابنه طوبيا، وده ورد في طوبيا 12. قال لهم إيه؟ صالحة الصلاة مع الصوم، والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب. مش كنز واحد، ما هو الذهب ذهب على مر الأجيال. يعني واحد مثلا عنده مش عارف سبيكة بكام وبكام وبكام وبكام، صدقة خير من كل ده، صدقة خير من ادخار كنوز الذهب. نقرأ أيضا يا أحبائي في نفس الإصحاح حديث رئيس الملائكة رافائيل لطوبيد الصديق وابنه طوبيا: لأن الصدقة
تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة والحياة الأبدية. إيه الكلام الجميل ده؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده رافائيل رئيس الملائكة اللي في نفس السفر قال له أنا أحد السبعة الذين يجوزون أمام مجد الرب عابرين. فرئيس الملائكة رافائيل بيقول لطوبيد الصديق وابنه طوبيا لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة وتؤهل الإنسان لنوال الحياة الأبدية. الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة وتؤهل الإنسان للحياة الأبدية. تؤهل الإنسان لنوال الرحمة هي دي طوبة للرحماء لأنهم يرحمون. تؤهل الإنسان للحياة الأبدية زي ما رب المجد قال تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي. حقا أقول لكم كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. زي ما بقول يا أحبائي يمكن ما فيش سفر من أسفار الكتاب المقدس خلى من آية عن كونوا رحماء لأنهم يرحمون. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنبدأ تأملنا في الآيات التي وردت في سفر يشوع ابن سراخ عن كونوا رحماء. إلى اللقاء يا أحبائي. الرب معكم ويبارككم بكل بركة روحية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.